العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري نشر مقطع فيديو عن المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد واللي بيخدم المصريين في الداخل والخارج، واللي من خلالها يمكن استخراج الخدمات التجنيدية المختلفة. كمان بيقدم المركز خدمات استخراج تصريح بالإذن بالسفر واستخراج شهادة الإعفاء وحالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية. المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد عن طريق الإنترنت، هذا الصرح الجديد بإدارة التجنيد والتعبئة الذي يخدم المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يوفر الوقت والجهد والمال في استخراج الخدمات التجنيدية المختلفة عن طريق شبكة الإنترنت باستخدام نظام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للعالم المعاصر، وتتويجا لجهود إدارة التجنيد والتعبئة والواردة في رؤية مصر 2030 بضرورة تحول المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، حيث تعد هذه الخدمة طفرة كبرى وغير مسبوقة في منظومات العمل عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة.